بظواهر منبار وغيرها اللي هي بتدل على أننا لم نعد ننتج شيئا يعني، وأننا نستورد كل شيء وبنضيع العملة الصعبة في توافه الأمور وهي موجودة عندنا. كمان مصر مستهدفة بالمخدرات، هتشوفوا منطقتين، واحدة في دار السلام وواحدة في دمياط. اللي في دار السلام دي الجبل اسمه جبل البودرة، وجبل البودرة هي في مدينة السلام، مدينة السلام، مدينة جبل البودرة هي بقى في مناطق شهيرة جدا انه بيلجأ اليها الذين يتعاطون المخدرات، واحنا جبنا لكم منطقة كان على طريق الإسماعيلية وشفنا ازاي حتى انه الناس ممكن تتعرض لعمليات قتل، وشفنا مشاهد، وشفنا كمان ممكن تواجه عمليات حوادث، عربيات تخبطها يعني وتموت يعني. بس شوفوا يعني انتشار هذه الظاهرة، مناطق بعينها الناس عارفينها تماما بيروحوا لها، وهتشوفوا حتى واحد ميت والغربان كانت بتاكل في عينيه، وشافوا واحد يعني لانه مات بعد تعاطي المخدرات، ربما دخل في خناقه عشان الفلوس يعني، ما عرفناش حتى الان ايه اللي حصل ومحدش عارف، لانه في هذه المناطق يذهب اليها المتعاطون وتحدث فيها جرائم قتل. جبل البودرة، هكذا تعود أهالي منطقة سبيكو بمدينة السلام أن يسموه. يسيطر الفزع على الأهالي ليلا وسط دوي إطلاق النار وكثرة المارة راغبي تداول المخدرات، وربما وجدوا جثثا ملقاة على الطريق تنهشها الضواري. يستغيث الأهالي بالأجهزة الأمنية لتطهير المنطقة من تجار المخدرات والسلاح والبلطجية. المشكلة الأمنية أن ده أخطر طريق، ده مخرج للقاهرة كلها، يعني لو في عملية إرهابية حتى هيخرج من الطريق ده، والطريق ده المفروض أن يكون متواجد عليه نقطة أمنية باستمرار، لأن ده أخطر طريق ممكن أي حد يعمل أي جريمة بيجي يهرب. لما الشرطة بتيجي هما بيروحوا فين؟ الناس بتروح تنط جوه السور دون، وبتستخبى جوه في الزرع اللي ورانا دون، او بيستخبوا في الجناين او في اي حته مهجوره، ومجرد ما الشرطه بتمشي الناس دي بتظهر تاني. واحنا المشكله ان احنا شويه يقولوا انتوا تبع الخنكه، لا المنطقه دي تبع السلام، لا انتوا تبع، احنا مش عارفين احنا تبع مين. انا بنام والله هنا على الشارع هنا اسمع اللي بيكسر الفانوس عشان ما نشوفش بيعملوا ايه. والله المخدرات، ضرب النار، كل حاجة هنا احنا بخطر، والله احنا بخطر. احنا بالليل بنسمع ضرب نار كتير وبنخاف، يعني انا ابني بيجي من الشغل متأخر ببقى واقفة قدام البيت على بال ما يجي عشان خايفة عليه من الناس اللي هي بتوقف ناس تسرقها، والمخدرات والحاجات دي كتير كتير، يعني احنا مدخلين ولادنا المدرسة قدام بيتنا عشان ما فيش امان، بنخاف عليهم في اي حته يروحوا. حضرتك انا كنت خارج انا وبنتي في العربيه على الطريق بره، عربيه طلعت علينا نص نقل فيها اتنين بقالي ملثمين، حاولوا يثبتونا، فكان قدامي مخرج فجريت منه، فقعدوا يضربوا عليا نار، حتى ضربوا الطلقه في الطلقه اهي، وكنت في طلقه تاني في العجله. المهم يعني الحمد لله ان انا جريت منهم ما عرفوش يثبتوني، بس بخلاف كده حصل تثبيت كذا مره هنا، خدوا كذا عربيه من الناحيه دي، حتى جارنا اللي هنا كان معاه عربيه ملاكي على اول الطريق هنا برضك ثبتوه خدوا منه عربيته. وطالب انشاء شرطه مشترك ما بين السلام واسم الخنكه، عشان رقم واحد بيع المخدرات، قتل الناس على الطريق، دي بمنتهى الفظاعه المتكرره، اكثر من ضرب النار ده متواصل على طول، سواء يعني في الوقت المبادر الساعه 8 الساعه 9 بيضربوا نار.
طبعا انه تبقى في مناطق بعينها يذهب اليها المتعاطون وكمان تحدث فيها جرائم قتل بهذا الشكل، يعني لا نتمنى ان نشاهد في مصر جثثا ملقاة على الطريق بهذا الشكل. الظاهرة مش امنية فقط، لا، الظاهرة اقتصادية ومعيشية